واحد صاحبتي حكت لي على واحد لافير كانت وقعت لها، كانت وقفات في جنب شي صاحبتها، وقفت معاها وقفه نيت ديال العيالات مراونس، وافيك لو طون افيك لو ريكول هذيك السيده اللي كانت في مازق وعاوناتها صاحبتي ما بقاتش كتعامل معاها مزيان. قالت لي راه غيزان كنطلقها، ما بقاش كتهضر معايا، ما بقاش كتعطيني وقت، ما بقاتش كيف ما كانت. الوغ جو فو تو راسيغ، نقول لك واحد الحاجه، هاد السيده هذه والله اعلم، لقاش ما كيعلم بالنيات غير الله، هذه بعد مساله باينه. كاينين هاد الناس اللي ما كيعترفوش بالجميل، فاش كتشوفك واليو مثلا باش تعقلك على داك الخير اللي درتيه، كتفكر في الوقت اللي كانت هي منكسره وكيجيب لها الله انها هي لتحت وانت هي الفوق. داكشي علاش فاش كتفكرك ما كتفكرش انك عاونتيها، ما كتفكرش انك خرجتيها من المأزق، ما كتفكرش انك وقفتي في جنبها، كتفكر غير انها كانت محتاجه لك، انها كانت منكسره، ان كانت في واحد الوضع ضعف وانتي في موضع قوه وعاونتيها وخرجتيها منه. كاينين الناس اللي قلبهم بيض، قلبهم زوين، مثلا تدير فيه خير بصح تبقى عاقل عليه مدى الحياه، كيقول لك فلان دار فيا واحد المره فلان خير وعمري ما ننساه، فلان خير ودار ودار ودار. هذوك الناس كاينين حتى هما قلبهم بيض وقلبهم صافي ونيتهم زوينه، ولكن كاينين حتى ناس اخرين عاوتاني اللي فاش كدير معاهم شي حاجه زوينه بيقدر كاع يردها لك بحاجه خايبه. علاش؟ حيت كتفكروا انه ان مومون دوني احتاج لك، ان مومون دوني يد مد يده باش يطلب المساعده منك، وهذا نفسيا هما ما تيقبلوش.